فاجأ الفنان جورج وسوف جمهوره السعودي بتأكيده أنه سيشارك في موسم حفلات صيف جدة، ليكون ذلك حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية. لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودي الغالي على قلبي يوم الجمعة 23/7 بجدة، وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة بنشمارك. هذه الكلمات كانت رسالة سلطان الطرب لجمهوره السعودي الغالي حسب وصفه ولرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ. هلا، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا عم الغالي ابو ناصر. ياتي الحفل في اليوم الرابع من ايام عيد الاضحى المبارك، وقد صارت التذاكر متوفره الكترونيا منذ ساعات، وسيقام على خشبه مسرح جده سوبر دوم الذي دخل جينيس لاعتباره اكبر قبه في العالم، بعد ان سبقه للغناء هناك كل من عمرو دياب وماجد المهندس ومحمد حمائي. المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي سرهم الخبر كثيرا وتفاعلوا معه، حيث كتب هذا الحساب مثلا: الله الله، أخيرا نحضر لأبو وديع وبجدة، شكرا شكرا أبو ناصر، أحلى من يطل علينا، المزاج اليوم تو راق رواغانز 10 سنين قدام، حلم وراح يتحقق إن شاء الله. فيما قال عبد الرحمن: يا بخت أهل جدة يا أبو وديع. وينضم أبو وديع إلى نخبة من نجوم الغناء الذين سيحيون حفلات صيف جدة في أيام عيد الأضحى، أبرزهم الفنان محمد عبده والكفوري نانسي عجرم وغيرهم الكثير من النجوم، علما أن آخر أعمال الوسوف كانت أغنية يا عالزمان باللهجة المصرية والتي لاقت رواجا كبيرا. الحياة بتخلي ناس يتبدلوا على عشرة. وأحيا جورج وسوف في الأشهر السابقة حفلات أونلاين عبر تطبيق شاهد قبل أن يعود للحفلات الجماهيرية في سوريا وعدة أماكن، ويطل على جمهوره في السعودية الآن لأول مرة.